استعرضت وزارة الموارد المائية والري مجالات التعاون الثنائي بين مصر وأوغندا في مجال الموارد المائية والري، وتشمل العلاقات بين البلدين والتي بدأت منذ عام 1949 الكثير من مجالات التعاون في العديد من المشروعات التنموية. يربط بين مصر وأوغندا علاقات متميزة وتعاون ثنائي منذ عام 1949. يشمل هذا التعاون العديد من المشروعات التنموية: مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، وهو يعتبر من أنجح مشروعات التعاون الفني الثنائي المنفذة في دول حوض النيل، تم تنفيذ 5 مراحل من خلال الشركات المصرية، وكان له التأثير المباشر والواضح على مواطني القرى والمدن بأوغندا. مشروع إدارة الحشائش المائية ببحيرتي كيوغا وألبرت. غزت النظم المائية بأوغندا نوع جديد من الحشائش المائية، وانتشر هذا النوع من النباتات على سواحل بحيرتي ألبرت وكيوغا، أدى إلى طلب الجانب الأوغندي المساعدة المصرية لمقاومة هذا النوع الجديد من الحشائش، وعليه تم الاتفاق على مشروع إدارة الحشائش المائية بالمناطق الضحلة في بحيرتي ألبرت وكيوغا. مشروع التعاون الفني مع وزارة المياه والبيئة الأوغندية. تم توقيع بروتوكول تعاون فني ثنائي لتنفيذ مشروعات تنموية: حفر 75 بئر جوفي لتوفير مياه الشرب لمواطني المناطق القاحلة التي تعاني من ندرة المياه، حفر 2 بئرين جوفيين تم تجهيزهم بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية، وشراء المعدات الميكانيكية اللازمة لتنفيذ أنشطة المشروعات، إنشاء 5 سدود كبيرة لحصاد مياه الأمطار، عقد 4 دورات تدريبية في مجال الموارد المائية والري. مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي. بعد تعرض مقاطعة كسيسي بغرب أوغندا في السنوات 20 الماضية لموجات من الفيضانات العارمة التي أتت على الأخضر واليابس بالمقاطعة، قدرت الخسائر المالية بمليارات الشيلينات الأوغندية فضلاً عن الخسائر الكبيرة في الأرواح. وعليه تم الاستجابة الفورية لتنفيذ مشروع الحد من مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، وجاري التنسيق للبدء بالمرحلة الثانية لاستكمال أعمال الحماية. مصر دائماً تتحرك في كل المجالات والاتجاهات نحو التعاون والشراكة مع الأشقاء في أفريقيا، استناداً إلى استراتيجية ترى التنمية والتطور والاستقرار طريقاً لتحقيق الوحدة الأفريقية.